مركز ويلث يرحب بكم. اليوم سنتعلم نبذة عن كيفية استخدام التحليل الأساسي على منصة إيتارا. ما هو التحليل الأساسي؟ Fundamental Analysis هي عملية تحليل البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية، وذلك بهدف التنبؤ بربحية المنشأة المستقبلي والتعرف على حجم المخاطر المستقبلية. وتمثل تلك المعلومات الأساس في تحديد سعر السهم الخاص بالمنشأة الاقتصادية. التحليل الأساسي في الأسهم يمثل تحليلاً للقوائم المالية للشركات ومحاولة تقييم الأسهم بقيمتها العادلة في السوق بناءً على وضعها وأرباحها الحالية وأرباحها المستقبلية، أخذين بعين الاعتبار وضع القطاع الذي تعمل به الشركة والاقتصاد الذي يحويها بشكل عام. لتحليل أي سهم بشكل أساسي على منصة إيتارا ببساطة قم بالآتي: اذهب إلى خيار الأسواق واختر أسهم. اختر الشركة التي ترغب في تحليلها. ستفتح صفحة داخلية للشركة التي قمت باختيارها. اضغط على إحصائيات. في هذه الصفحة ستظهر لك بيانات الشركة الأساسية، ومن أهمها القيمة السوقية، وتساوي عدد الأسهم المتداولة مضروبة بسعر السهم الحالي، معدل الربحية إلى السعر، وتساوي سعر السهم على ربح السهم، تجريبي أو بيتا، وتستخدم لقياس معدل خطورة السهم بالنسبة للأسواق، القطاع، الصناعة، المدير التنفيذي، عدد الموظفين، التقارير المالية للشركة، وهي بيان الدخل، هو تقرير يوضح الإيرادات والمكاسب والمصروفات والخسائر وصافي الدخل وإجماليات أخرى للشركة في فترة زمنية محددة. الميزانية العمومية هو تقرير يوضح أصول الشركة وخصومها وحقوق المساهمين في فترة زمنية محددة، وتقدم لمحة سريعة عما تمتلكه الشركة وما تدين به، بالإضافة إلى المبلغ المستثمر من قبل المساهمين. وبيان التدفق النقدي هو بيان يقيس مدى جودة إدارة الشركة لوضعها النقدي، مما يعني مدى نجاح الشركة في توليد النقد لسداد التزامات الديون وتمويل نفقات التشغيل. والآن لمعرفة آراء ومعاملات المحللين، أنشطة صناديق التحوط ومعاملات المساهمين، ببساطة انقر على خيار بحث وقم بتحليل المعلومات الموجودة في صفحة البحث. يمكنك التواصل مع مركز ويلث للتدريب في أي وقت في حال وجدت أي صعوبة على الأرقام التالية. مركز ويلث يتمنى لكم تداولاً موفقاً.